أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة الرابعة من العربية، والبداية بالعناوين. الصحة السعودية تعلن إعادة جدولة تلقي لقاح فايزر، والسبب الشركة المصنعة. الكويت ترصد ثالث حالة لكورونا المتحور، ودبي تعلق جميع التصاريح الترفيهية حتى إشعار آخر. انطلاق مناورات بحرية مشتركة بين القوات السعودية والأمريكية في مياه الخليج العربي. ومن ملفاتنا المتنوعة في الرابعة، ست مدن سعودية تسجل درجات حرارة دون الصفر، واستمرار فرص هطول الثلوج على مرتفعات تبوك. هيئة الأفلام السعودية توقع اتفاقيات بمبلغ 40 مليون ريال لإنتاج مشاريع سينمائية سعودية. أعلنت وزارة الصحة السعودية عن إعادة جدولة تلقي اللقاح للمسجلين لأخذ الجرعة الأولى من لقاح فايزر، وعللت الوزارة هذه الخطوة لتأخر الشركة المصنعة للقاح في التوريد للسعودية وجميع دول العالم نظرا لإيقاف التوسع في خطوط الإنتاج. وأكدت الوزارة مواصلة تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم والتوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاح لتشمل جميع المناطق. أيضا تشهد السعودية ارتفاعا في إصابات فيروس كورونا اليومية خلال هذا الأسبوع مقارنة بالأسابيع الماضية، حيث سجلت وزارة الصحة 212 إصابة جديدة بالفيروس في جميع المناطق خلال 24 ساعة الماضية. وتصدرت الرياض الإصابات الجديدة ب 83 حالة، تلتها المنطقة الشرقية برصدها 39 إصابة، بما تستقر نسبة الشفاء على معدل أكثر من 97% بعد تسجيل 160 متعافيا. للمزيد معنا من الرياض الدكتور عبد الله عسيري، الوكيل المساعد للصحة الوقائية بوزارة الصحة. أهلا بك دكتور عبد الله. في البداية لنتوقف عند إعلانكم في وزارة الصحة إعادة جدولة أو تأجيل المرحلة الأولى من إعطاء اللقاح، بالتحديد لقاح فايزر. نريد توضيح، هل نتحدث فقط عن الجرعة الأولى أم الجرعة الثانية، أم أن اللقاح لقاح فايزر أصبح غير متوفر حاليا بشكل كامل في المملكة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم أخي على الاستضافة. لا، اللقاح متوفر لله الحمد، لكن نظرا لتأخر وصول بعض الدفعات المقررة من لقاح كورونا المعتمد بسبب تعديلات أجرتها الشركة الصانعة في خطوط الإنتاج، فالصحة تقوم حاليا بإعادة جدولة المواعيد الجديدة فقط لمن لم يحصل على اللقاح أصلا، لنتمكن من استكمال الجرعة الثانية لجميع من حصل على الجرعة الأولى باعتبارها أولوية. الهدف أنه استكمال الجرعة الثانية جزء لا يتجزأ من عملية التحصين، وبالتالي لها الأولوية على المواعيد الجديدة. طيب، وهذا طبعا دون التأثير على الفئات ذات الأولوية قدر الإمكان. طيب، فقط للتأكيد دكتور عبد الله، هذا التأجيل أو إعادة الجدول لن يرتبط بشكل أو بآخر بكل الأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح فايزر؟ نعم، حاليا ليس هناك حاجة لإعادة جدولة أي شيء غير المواعيد الجديدة، كل من حصل على الجرعة الأولى إن شاء الله سيحصل على الجرعة الثانية في موعدها بإذن الله. طيب، لماذا هذا التأجيل؟ هل لا تتوفر في المملكة لقاحات أخرى يمكن منحها للأشخاص المحتاجين للقاح، أم أن هناك عملية اختيارية بأن الأشخاص الذين سجلوا فقط للحصول على فايزر هم الأشخاص الذين ستتم إعادة جدولة مواعيدهم؟ هناك لقاح واحد فقط معتمد في المملكة العربية السعودية، اللقاحات الأخرى لا تزال في طور عملية الاعتماد، ومن المعروف أنه هذا اللقاح هو أكثر اللقاحات طلبا في العالم، والمملكة العربية السعودية من الدول العشر الأولى التي حصلت عليه وستستمر إن شاء الله في الحصول عليه. فما حصل هو شيء مؤقت، صحيح أنه غير متوقع، لكن لا نتوقع أن يستمر أكثر من أسبوعين أو ثلاثة بالتواصل مع
الشركة، وبأيضا الجهود التي تبذل على أعلى مستوى في المملكة العربية السعودية للحصول على الجرعات القادمة في موعدها إن شاء الله. طيب دكتور عبد الله، سألتك هذا السؤال لأن هناك إعلام من جهة ما بأنه مثلا اللقاح الروسي سيصبح متوفر في السعودية، كان هناك أيضا تسجيل اهتمام من المملكة لأخذ لقاحات أخرى وليس فقط حصرية فايزر. طبعا الموضوع يعتمد على اعتمادات هيئة الغذاء والدواء السعودية التي تدرس جميع اللقاحات التي تستكمل بنجاح المرحلة الثالثة من الدراسات الإكلينيكية، وهناك عدد من اللقاحات تحت الدراسة وفي طور الاعتماد، لكن حاليا لا يوجد إلا لقاح واحد هو لقاح فايزر بايونتك الذي حصل على الاعتماد الكامل. طيب دكتور، نستغل الوقت للمزيد من الأسئلة. أعتقد الآن هناك 4 مراكز لتوزيع اللقاحات، متى سيتم افتتاح بقية المراكز؟ نعرف بأن الفئة المستهدفة كبار السن، أشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة، خط الدفاع الأول، لا يتواجدون فقط في الرياض والمنطقة الشرقية والمدينة وجدة أو منطقة مكة المكرمة، هناك أشخاص أيضا موجودين في الشمال وفي الجنوب. متى ستصلهم تلك المراكز أو عمليات التلقيح؟ وهل ستتأثر تلك المراكز التي من المتوقع افتتاحها قريبا بتأخر وصول فايزر؟ يعني هناك خطة مرحلية للتوسع التدريجي في إيصال اللقاحات إلى جميع مناطق المملكة لجميع الفئات ذات الأولوية، وصولا إلى تطعيم كل فئات المجتمع إن شاء الله خلال أشهر قليلة. الذي يحكم سرعة عملية التوزيع هي كميات اللقاح التي ترد من الشركات المحددة، أيضا ظروف التخزين وظروف النقل التي تفرضها بعض اللقاحات يستدعي أن تكون في مراكز محددة فيها ظروف التبريد العميق، وهذا طبعا ينطبق فقط على لقاح فايزر بايونتك. إذا استلمنا لقاحات أخرى واعتمدتها هيئة الغذاء والدواء يمكن توزيعها بدون الحاجة إلى التبريد العميق، فهذا طبعا سيعطينا قدرة على التوسع السريع وإيصال اللقاح إلى كل مستحقيه. إذن الأمر ليس مرتبط فقط بوزارة الصحة، بينما أيضا هيئة الغذاء والدواء لابد من أن تقوم بالموافقة على اللقاحات الأخرى حتى يجري توزيعها. سؤال أخير دكتور عبد الله، بما يتعلق بفيروس كورونا المتحور، هل تم تسجيل حالات إصابة بهذا الفيروس في المملكة؟ طبعا لم يتم تسجيل حالات إضافية عدا ما أعلن عنه في الأيام السابقة، الحالات التي كانت لها ارتباط بالسفر. كل هذه الحالات لله الحمد تعافت، هي عددها 10 حالات وأعلن عنها في حينه. لم يرصد أي حالات عدوى ثانوية في مخالط هذه الحالات، فهذا يعني أن الإجراءات المعتادة من الحجر المنزلي وإجراءات التباعد الاجتماعي المطبقة أصلا على جميع تحورات الفيروس والفيروس الأصلي قادرة بإذن الله على أنها تمنع انتقال هذه الفيروسات، سواء كانت فيروسات متحورة أم فيروسات غير متحورة. دكتور عبد الله عسير، الوكيل المساعد للصحة الوقائية بوزارة الصحة السعودية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. وفي المنطقة الشرقية، تواصل الجهات الصحية المختصة العمل على التوسع في إعطاء اللقاحات المضادة لكورونا من خلال تجهيز الخدمات والكوادر الطبية لافتتاح مركزين آخرين في محافظتي حفر الباطن والأحساء، فيما لا يزال مركز اللقاحات بالمنطقة مستمر في استقبال المستفيدين من المواطنين والمقيمين، إذ تجاوزت الجرعات المعطاة حتى الآن 60,000 جرعة. ومعنا من هذا المركز في اللقاء في المنطقة الشرقية مراسل العربية الزميل عبد الرحمن العصيمي. أهلا بك عبد الرحمن، كنت قبل قليل في لقاء مع وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، وكان هناك حديث بأن اللقاحات أو الجرعات المجدولة لن تتأثر بنقص أو شح لقاح فايزر على المستوى العالمي. أنت في المركز الذي تتواجد فيه الآن، هل تم تسجيل أو رصد أي تأخير في إعطاء اللقاح لقاح فايزر؟
نعم محمد، فعلا لم يتم رصد أي تأخير أو تأجيل لموعد لأحد المستفيدين أو الراغبين في أخذ الجرعات من اللقاح. هناك توفر كافي، سألت المنظمين هنا أكدوا لي بأن اللقاح موجود وأيضا متوفر لمدة أيام مقبلة، لم يحددوا الوقت المحدد له، لكن العملية تسير بشكل منتظم وكبير هنا في مركز لقاحات المنطقة الشرقية. متوقع خلال الأيام المقبلة يكون هناك مركز في محافظة الأحساء الهفوف وأيضا في حفر الباطن، كما أكد مدير الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية قبل يومين مع قناة العربية. أيضا فيما يتعلق بالأرقام محمد، آخر الأرقام المحدثة أن الذين تلقوا الجرعات في هذا المركز وصل عددهم إلى 68,000، قبل يومين كانوا 60,000، بمعنى أن خلال يومين تم تسجيل 8,000 شخص، بمعدل 4,000 شخص يوميا. الآن في الشاشات قبل قليل قرأنا بأن العدد وصل إلى 2,000 يوميا، يأتي إلى هذا المركز أكثر من 4,000 شخص لتلقي الجرعات المتعلقة باللقاح. لعل زميل محمد يأخذ بعض اللقطات أيضا للمركز لنشاهد سير العملية المتناغمة جدا. المواطن أو المقيم الذي يأتي إلى هذا المركز، العملية كلها لا تأخذ منه أكثر من 30 دقيقة ما بين الانتظار لأخذ الجرعة ثم أيضا لأخذ الجرعة وأيضا بقائه لمدة 15 دقيقة تحت الملاحظة. 400,000 شخص سجلوا في تطبيق صحتي في المنطقة الشرقية. اليوم هو اليوم 25 منذ انطلاق هذا المركز. الإقبال يعتبر مرتفع للغاية بحسب وزارة الصحة هنا في المنطقة الشرقية. أيضا أكثر من 190 شخص يعملون في هذا المركز محمد، ما بين إداري وفني وممارس صحي. العمل سابقا كان لمدة 8 ساعات، الآن وصل العمل إلى 16 ساعة منذ الساعة 7 صباحا حتى الساعة 2 منتصف الليل بمعدل شفتين، كل فريق يعمل لمدة 8 ساعات. أيضا الرقم في تزايد فيما يتعلق بأخذي الجرعة بحسب مدير الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية، الذي أكد أيضا بأنه خلال الأيام المقبلة سيتم اعتماد لقاحين في السعودية بحسب اللجنة المختصة المكونة لاعتماد اللقاحات العالمية. أيضا أكد بأنه الطاقة الاستيعابية في المنطقة الشرقية تستوعب 4,500 فقط. عندما يتم افتتاح محمد مركز الأحساء خلال الأسبوعين المقبلين وأيضا حفر الباطن، سيكون أيضا هناك استيعاب أكثر وأيضا استقبال أكثر، وأيضا سيتم الانتهاء من الفئة الأولى المستحقة للقاح والبدء بالفئات الأخرى والأرقام المسجلة في تطبيق صحتي. عبد الرحمن العصيمي من مركز اللقاحات في المنطقة الشرقية، شكرا جزيلا لك. وفي الإمارات أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تسجيل اللقاح الروسي سبوتنيك في للاستخدام الطارئ ضد كورونا، ليكون بذلك ثالث اللقاحات المعتمدة في الدولة بعد لقاحي فايزر بايونتيك وسينوفار. وكانت الإمارات قد استضافت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح، والذي تم تطويره من قبل معهد جماليا الفيدرالي لأبحاث الأوبئة في روسيا، فيما رصدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات 3,529 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية. وعلى صعيد آخر، أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي تعليق جميع التصاريح الترفيهية الصادرة عن دائرة دبي للسياحة، التي رصدت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أكثر من 200 مخالفة للإجراءات الاحترازية، كما قامت بإغلاق 20 منشأة مخالفة. الكويت سجلت إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور، لتكون ثالث إصابة في البلاد. وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت الثلاثاء الماضي إصابة حالتين قادمتين من بريطانيا. وكانت آخر إحصائية أعلنتها الوزارة تضمنت تسجيل 484 حالة جديدة بالفيروس.
في السعودية انطلق اليوم تمرين المدافع البحري المختلط بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الأمريكية. التمرين السعودي الأمريكي المشترك يستمر لمدة 10 أيام في قاعدة الملك عبد العزيز البحرية بالجبال، مشتملا على 6 تدريبات قتالية متنوعة والعديد من المحاضرات المقدمة من كلا الطرفين. العميد البحري الركن عوض العنزي أوضح أن تمرين المدافع أو المدافع البحري المشترك يتواكب مع التهديدات الحالية في المنطقة، كما يعزز من الأمن البحري. يهدف التمرين إلى رفع الجاهزية القتالية وتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات، أيضا مما يسهم في حماية الملاحة البحرية وحماية التجارة الدولية في المنطقة. تم تطوير سيناريوهات التمرين بما يتواكب مع التهديدات الحالية في المنطقة. وفي أخبارنا الرئيسية، في 4 من الولايات المتحدة، حيث استهل الرئيس جو بايدن مهام عمله بعد ساعات قليلة من انتهاء مراسم التنصيب بتوقيع عدد من الإجراءات التنفيذية. من أبرز تلك القرارات إجراء تنفيذي لمعالجة جائحة فيروس كورونا يقضي بفرض ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي. كما وقع بايدن إجراء يقضي بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ، غدا عن توقيع إجراء ينهي حظر السفر الذي فرضه ترامب على عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة. كما سينهي الرئيس إعلان حال الطوارئ الوطنية الذي كان أساسا لتحويل بعض الأموال الاتحادية لبناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. اجتاز بايدن الطريق إلى عتبة البيت الأبيض حاملا وعودا كبيرة للأمريكيين يرتقب تحقيقها عاجلا. التوقعات في زمن كورونا قد تكون أكبر من تلبيتها في ظل انقسام وطني حاد ووباء حصد قرابة 400,000 شخص واقتصاد مهزوز ومتدهور. فهل وعد بايدن بأكثر مما يستطيع الوفاء به؟ الأولوية القصوى لبايدن تتمثل بموافقة الكونغرس على خطة بقيمة $1,900,000,000,000 لمواجهة كورونا، توفير 100,000,000 لقاح بحلول يومه 100 في منصبه، وتخصيص 100 مركز تطعيم خلال شهره الأول مع تقديم $1,400 أمريكي كمدفوعات مباشرة للأمريكيين لتحفيز الاقتصاد. لكن من المرجح أن تقترن أي مدفوعات من هذا القبيل بإجراءات يعارضها الكثيرون في الكونغرس. وعد بايدن أيضاً بتمديد فترة الإيقاف المؤقت لمدفوعات قروض الطلاب والقضاء على التخفيضات الضريبية للشركات مع مضاعفة رسوم الشركات الأمريكية على الأرباح الأجنبية. كما أطلق وعوداً لها علاقة بقضية التشرد ولم يشمل الآباء المهاجرين مع أطفالهم على الحدود مع المكسيك، ومنح مسار سلس لحصول 11,000,000 مهاجر على الجنسية الأمريكية. وعود أخرى تتعلق بفرض تدقيق على مشتري السلاح ومراقبة الشرطة لمكافحة العنصرية، والأهم بالنسبة لبايدن إلغاء تراجع ترامب عن حوالي 100 من قواعد الصحة العامة والبيئة التي وضعتها إدارة أوباما. Make healthcare a right. Healthcare is a right, not a privilege. We have to give everybody the peace of mind they deserve. كل هذا مرهون بعلاقة الرئيس مع الكونغرس التي تتمتع عموما بفترة شهر عسل في البداية. والشهر قد يمتد لأشهر مع فوز الديمقراطيين بمقعدين في مجلس الشيوخ في جورجيا. بهما تشق وعود بايدن طريقها بسيطرة الديمقراطيين على مجلسي الشيوخ والنواب. لكن لمستشاري بايدن وجهة نظر أخرى. رغم السيطرة الديمقراطية على الكونغرس، إدارة بايدن في الكثير من إجراءاتها قد تصطدم بحاجز منيع، كخطة الإنقاذ الاقتصادي التي تحتاج إلى موافقة 10 من الجمهوريين على الأقل. كما ترك ترامب لبايدن معادلة صعبة في المحكمة العليا التي تتمتع الآن بسيطرة أغلبية محافظة.
6 مقابل 3. نعود مرة أخرى إلى الكويت والحديث عن إصابة أو تسجيل إصابة ثالثة بفيروس كورونا المتحور، ومعنا من هناك زميلة شهد المتروك. أهلا بك شهد. إذن تم تسجيل الحالة الثالثة، ما مصير تلك الحالات؟ هل تم تسجيل أيضا المزيد من الحالات اليوم وفق الإحصائيات الأخيرة أم هذا؟ نعم، يعني حتى الآن هذه هي الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا، هي ثلاثة. التعامل معها مثل التعامل مع المصابين بفيروس كورونا 19، لذلك يفرض عليهم الحجر الصحي لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. طبعا كل الحالات التي تم تسجيلها أو تم رصدها عادت من السفر إلى الكويت، طبعا من بريطانيا. الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة هو يجب أو يطلب من جميع العائدين إلى الكويت الحصول على شهادة PCR تثبت سلبية إصابة جميع العائدين تثبت إصابتهم أو سلبية إصابتهم بفيروس كورونا. وبعد الوصول إلى الكويت يجب عمل مسحة أخرى لهم للتأكد ما إذا كانوا يحملون هذا الفيروس أو لا، ومن ثم بعد أسبوع من تاريخ عودتهم إلى الكويت يتم إجراء فحص PCR ثالث للتأكد أيضا من عدم يعني حملهم هذا الفيروس. ومع المسحة الثالثة يكون هناك تخطيط جيني يكشف عن الفيروس كورونا المستجد، لذلك التخطيط الجيني هو من يكشف عن فيروس كورونا، ومسحة PCR هي فقط تثبت إما سلبية أو إيجابية أو إيجابية الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يتم عزلهم في المحجر الصحي. طيب شاهد، سجلنا في أكثر من دولة وعلى مستوى مثلا القارة الأوروبية ربما حتى في الولايات المتحدة تأخر جرعات من لقاح فايزر، كيف تأثرت عمليات التلقيح في الكويت بتأخر الشركة المصنعة للقاح من إيصال الجرعات التي تم الاتفاق عليها مسبقا؟ نعم، طبعا شركة فايزر توقف فيها تصنيع أو توريد اللقاح إلى الكويت بسبب يعني زيادة الإنتاج هناك، لكن وزارة الصحة لها خطة مسبقة تعاملت بشكل مباشر إما مع الشركات التي تصنع لقاح فيروس كورونا، وأيضا تعاقدت بشكل مباشر مع وزارة أو منظمة الصحة أو كوباكس. لم تورد حتى الآن أي لقاح لجميع دول العالم كما صرح سابقا وزير الصحة، لكن التعاقد مع الشركات مباشرة هو الذي يعني عن طريقه حصلت الكويت على هذا اللقاح. أولهم كانت شركة فايزر، لكن توقف التوريد، لذلك وزارة الصحة ستعيد جدولة تواريخ ومواعيد التطعيم لجميع الأشخاص. يعني حتى الآن تم تطعيم ما يقارب 30,000 شخص من الصفوف الأولى وكبار السن، لكن المواعيد مستمرة، تم تسجيل أكثر من 300,000 شخص عبر منصة التطعيم حتى اليوم، لكن سيتم تطعيم الفئات الأخرى بعد الانتهاء من الصفوف الأولى وكبار السن. الشركة الأخرى التي تعاقدت معها وبشكل رسمي الكويت أيضا هي أسترازينيكا أوكسفورد، لكن بانتظار الاعتماد الرسمي لها حتى يتم توريد اللقاح منها إلى أو استيراد اللقاح منها إلى الكويت. ومن المتوقع يعني وصول هذه الدفعة من أسترازينيكا في شهر فبراير. من الكويت شهد المتروك، شكرا جزيلا لك. أيضا تتابعونا في الرابعة ولكن بعد الفاصل. السعودية تقر عقوبة مالية تصل إلى 10,000 ريال على عابري الأودية خلال جريانها. أهلا بكم مجددا إلى الرابعة. سجلت مدينة طريف شمال السعودية أدنى درجة حرارة خلال ليلة أمس بلغت 3 درجات مئوية تحت الصفر، وكان المركز الوطني للأرصاد قد أعلن عن انخفاض حاد في درجات الحرارة بدأ منذ فجر اليوم الخميس، خصوصا على مناطق شمال ووسط السعودية. المركز كشف أيضا عن استمرارية فرص تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك.
نتابع آخر التطورات المتعلقة بحالة الطقس وهذا الانخفاض اللافت لدرجات الحرارة من تبوك مع زميل سلطان السلمي. أهلا سلطان، من الواضح أن درجات الحرارة المؤثرة عليك تختلف كثيرا عن درجة الحرارة هنا في الاستوديو، حدثنا كيف هي الأجواء في تبوك وماذا عن هذا الانخفاض اللافت في درجات الحرارة هناك؟ بالفعل درجة الحرارة الآن هي 4 درجات مئوية، كان قد شهدت منطقة تبوك ومرتفعات شمال غرب السعودية منخفض جوي قادم من الشرق من الشام ودول الشرق المتوسط بكتلة هوائية باردة، وامتد تأثير هذه الكتلة أو هذا المنخفض إلى منطقة تبوك ومرتفعات شمال غرب السعودية وتحديدا في جبال اللود أو جبال العلقان التي نتواجد فيها الآن وحتى جبال الظهر. هذه المرتفعات التي يبلغ طول مرتفع جبل اللوز 2400 متر شهدت منخفض جوي وكتلة باردة هوائية، إذ وصلت درجات الحرارة صباح يوم أمس وحتى هذه صباح يوم أمس 4 درجات مئوية تحت الصفر، واليوم نتحدث عن 4 درجات مئوية كتلة باردة وهوائية. كان قد وصلت هذه الكتلة ومنخفض على منطقة تبوك ومرتفعات شمال غرب السعودية وكذلك محافظة حق. نتحدث في هذه المنطقة، نحن هنا الآن في جبال علقان، كانت هذه المنطقة ممتلئة بشكل كبير بالسياح والزوار وكذلك هواة الطقس. كان حالات الطقس كانت تقول بأنه كان هنالك نسبة من التوقعات أن قد يكون هنالك سقوط للثلج في هذه المنطقة فجر يوم أمس، ولكن لم يتم سقوط الثلوج في هذه المنطقة، وكانت هذه المنطقة معتادة بشكل سنوي في هذا التوقيت بسقوط وسقوط الأمطار وسقوط الثلوج وهطول الأمطار في هذه الأودية وهذه المرتفعات. نتحدث عن هذه المرتفعات بحكم طول مدى ارتفاع هذه المرتفعات يصل إلى 2400 متر في جبال اللوز و1400 و1700 متر في جبال علقان والظهر. مساء صباح أمس وحتى ظهر يوم أمس كانت هذه المنطقة ممتلئة بالسياح وهواة الطقس بشكل كبير، حتى التقينا بعائلة إماراتية كانت متواجدة في جبال الظهر وعلقان لمشاهدة سقوط الثلوج أو في انتظار لمحاولة سقوط الثلوج في هذه المرتفعات، ولكن لم تسقط الثلوج، فقط كان هنالك نسبة أمطار خفيفة جدا على بعض المناطق. اليوم في جبال اللوز وصلت درجة الحرارة إلى 4 درجات مئوية تحت الصفر، تشكل منها صقيع وتجمدت المياه فقط. يعني طيب، إذا هناك ترقب لتساقط الثلوج خصوصا في جبل اللوز، وهو معروف كل سنة يكون هناك تساقط للثلوج خاصة مع هو ترقب بالفعل برضو، لكن ربما الثلج تحول هالسنة إلى المناطق الجنوبية سلطان. نعم، ما حدث في منطقة النماص بكل تأكيد هو حالة نادرة، لكن خلال 8 أيام القادمة هنالك توقعات بسقوط الثلوج في هذه المرتفعات بحكم أن هذه المرتفعات هي بالقرب من الشام ودول الشرق المتوسط. يعني بكل تأكيد في مثل هذا العام من كل وقت هنالك منخفض جوي يصل إلى منطقة تبوك ومرتفعات شمال غرب السعودية وصولا إلى المدن أو المحافظات الساحلية امتداد إلى جدة، ولكن الكل كان يترقب أمس سقوط الثلوج من خلال عمل الكشتات وكذلك نصب الخيام والانتظار من فجر يوم أمس من الساعة 3 فجرا وحتى ظهر يوم أمس، ولكن لم تسقط الثلوج، لكن نتمنى أن يحالفنا الحظ في المرات القادمة. يعني طيب، اترك الكاميرا دائرة من أجل ربما تساقط متوقع للثلوج في جبال اللوز في منطقة تبوك، وشكرا لك سلطان على هذه التغطية. أيضا في السعودية قرر مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة مساء الثلاثاء مخالفة عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها بالمركبات الخاصة والتي يعاقب عليها النظام بغرامات مالية تبدأ من 5000 إلى 10000 ريال. هذا وجاءت مخالفة المجازفة بعبور الأودية في الفقرة 6 المضافة حديثا لمخالفات نظام المرور السعودي. معنا من الرياض عبر الهاتف نائب مدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود الفرج. لواء حمود، أهلا وسهلا بك إلى نشرة الرابعة. كيف سينعكس هذا القرار، هذه العقوبة المالية على أولئك المستهترين بخطورة مجاري الأودية والتي ذهب ضحيتها الكثير من الأبرياء والعائلات والخسائر المادية أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا لك أستاذ محمد على هذه الاستضافة.
حقيقة قرار مجلس الوزراء الموقر يأتي تجسيدا لحرص واهتمام القيادة الرشيدة لكل ما من شأنه تحقيق سلامة الأرواح وحماية الممتلكات. وبإذن الله سوف يسهم هذا القرار بردع المتهورين الذين يجازفون بأرواحهم وممتلكاتهم أثناء هطول الأمطار في الأودية والشعاب. يعني السنوات الماضية لاحظنا الكثير من المجازفات التي المتهورة في الأودية، وهذا القرار بإذن الله سوف يكون رادعا لأولئك الذين لا يعون نتائج تصرفاتهم والتي قد تؤدي بأرواحهم وإشغال الجهات الأمنية في مهام البحث والإنقاذ وإنقاذ أرواحهم. طيب بالتأكيد إذن التوعية موجودة، الآليات جاهزة، والعقوبة موجودة، ولكن دكتور حمود كيف ستقومون برصد هذه المخالفات؟ لا يمكن وضع آلية أو دورية مرور أو دفاع مدني عند كل مجرى وادي في المملكة. حقيقة فيما يتعلق في هذا السؤال، الجهات الأمنية تعمل كمنظومة أمنية متكاملة لتطبيق الأنظمة في سواء في هذا المجال أو في مجالات أخرى، ولرصد هذه المخالفات سواء من الجهات الأمنية المتعلقة في الدفاع المدني أو طيب نشارك أيضا في الرابع في جهود التوعية، كيف يمكن التحذير من هذه المخالفات التي تحدث فيما يتعلق بانقطاع، يبدو بأننا فقدنا الاتصال مع اللواء الدكتور حمود الفرج، وكان معنا للحديث عن عقوبة جديدة ستغرم أي شخص يقوم بقطع الأودية والمجازفة بقطع الأودية بعقوبة مالية صارمة من 5000 إلى 10000 ريال. على العموم شكرا للواء الدكتور حمود الفرج الذي كان ضيفا معنا في الرابعة. أيضا في الحديث عن الطقس والسيول نبقى مع تقرير للزميل سلطان، حيث أصبحت منطقة شمال غرب السعودية محط أنظار هواة الطقس في مثل هذا الوقت من كل عام لملاحقة الثلوج والأمطار وحالات الطقس النادرة. في مثل هذا الوقت من كل عام يشد مصلح الحرب الرحال إلى جبال اللوز وعلقان والظهر الواقعة شمال غربي السعودية لملاحقة الثلوج والأمطار. الأوضاع الآن مرتفعات الظهر، الضباب يغطي قمم الجبال، الآن ذات خفيف أحيانا يكون مخلوط بالسليت أرض الثلجي، درجة الحرارة الآن 2. احنا كهواة طقس نستخدم النماذج العالمية للطقس مثل المركز الأوروبي وأيضا المركز الأمريكي وأيضا البرامج المتاحة من الأرصاد السعودية، كذلك الرادار المتاح من الأرصاد السعودية وأيضا الأقمار الصناعية لجميع النماذج العالمية نستخدمها بالرصد الميداني. بمجرد دخول فصل الشتاء تتحول هذه المنطقة إلى وجهة أولى لهواة الطقس السعوديين لما تتمتع به من درجات حرارة منخفضة تصل إلى الصفر وتساقط الثلوج. أنا من سنوات طويلة وأنا هاوي للطقس ومحب للطقس، وين ما كانت الحالة الجوية متواجدة أو حالة نادرة متواجدة والاستثنائية تجدني في هذا المكان، والسبب هو عشقي وحبي للطقس الكبير وتنوع حالاته من ثلوج وأمطار وغير ذلك. أنا كهاوي طقس ومصور جوي أبحث عن الحالات النادرة مثل تساقط الثلوج أو الأمطار في جميع أنحاء المملكة، حتى أوثقها في مراكز التواصل الاجتماعي وأنشرها للناس حتى يشوفوا المناطق الجميلة في المملكة العربية السعودية. تمتاز منطقة شمال غرب السعودية بتنوع جغرافي وتضاريس مختلفة ما بين بحر وجبال وسهول، إضافة إلى النفوذ مما جعلها واحدة من أهم الوجهات السياحية. من شمال غرب السعودية، سلطان السلمي، العربية. سياحة ولكن بعيدا عن مجاري الأودية، المسألة فيها مخالفة 10000 ريال أيضا في الرابعة ولكن بعد الفاصل. التجارة السعودية تحيل أكثر من 1200 قضية تستر تجاري إلى النيابة العامة خلال عام.
ومن أخبار الرياضة في نشرتها الرابعة ولكن بعد قليل. يوفنتوس يفوز على نابولي ويتوج بلقب كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه. الصحة السعودية تعلن إعادة جدولة تلقي لقاح فايزر وتعيد الأسباب إلى الشركة المصنعة. الكويت ترصد ثالث حالة لكورونا المتحور ودبي تعلق جميع التصاريح الترفيهية حتى إشعال آخر. انطلاق مناورات بحرية مشتركة بين القوات السعودية والأمريكية في مياه الخليج العربي. وست مدن سعودية تسجل درجات حرارة دون الصفر واستمرار فرص هطول الثلوج على مرتفعات تبوك. هيئة الأفلام السعودية توقع اتفاقيات بمبلغ 40 مليون ريال لإنتاج مشاريع سينمائية سعودية. أهلا بكم مجددا. في السعودية وبتمويل يصل إلى 40 مليون ريال وقعت هيئة الأفلام اتفاقية مع 28 فائزا في مسابقة ضوء لدعم الأفلام في دورتها الأولى لإنتاج مشاريع سينمائية متنوعة بين نصوص وأفلام طويلة وقصيرة. وتهدف المسابقة لتطوير صناعة الأفلام وتمكين المواهب وإثراء المحتوى السينمائي السعودي لعرضه على مختلف المنصات المحلية والعالمية. هذا وأكد للعربية الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام السعودية عبد الله العياف تقديم الدعم للمشاريع الفائزة والتي جمعت بين الأفلام الطويلة والقصيرة. هذه المسابقة حظيت بدعم ومتابعة لصيقة من سمو وزير الثقافة وكل يعني الفرق في الوزارة، لأننا ندرك أهمية أن نقدم دعم لهذه المجموعة الكبيرة من المبدعين بقيمة مالية قد تكون الأعلى في العالم لمسابقة من نوعها. 40 مليون ريال، 28 مبدع ومبدعة سندعمه في مجال الأفلام الطويلة، 8 أفلام طويلة، 11 فيلم قصير، 6 نصوص غير مكتملة للاكتمال يعني سندعمها لتطويرها لتكون جاهزة للتصوير، فيلم طلبة وفيلمين مكتملة. وبإذن الله كما لاحظت أنها تغطي معظم مناطق صناعة الفيلم، ونطمح لأن نرى هذه الأفلام قريبا تشاهد من قبل السعوديين والعالم أجمع. أيضا أوضح الكاتب والمخرج محمد العطاوي أحد الفائزين في مسار النصوص المكتملة أن فيلمه الطويل يهدف لإبراز ثقافة السعودية بطريقة سينمائية. حاليا شغالين على فيلم طويل من كتابتي وإخراجي يتحدث عن رجل سعودي يضيع بالصحراء مبني على فكرة مخاوي الذيب، وحنا إن شاء الله ناويين نصورها بمدينة العلا، نقدر من خلالها نبرز الثقافة السعودية والتاريخ السعودي بشكل يكون إن شاء الله بصورة سينمائية. ومعنا من الرياض الكاتب ومخرج الأفلام توفيق الزايدي. أهلا بك توفيق إلى نشرة الرابعة. هذا الدعم اللافت كيف سيساهم في نقل الأفلام السينمائية السعودية والتجارب السينمائية السعودية من مرحلة الهواة الذين يدفعون من أموالهم الخاصة من أجل تمويل تلك الأفلام إلى صناعة سينمائية حقيقية في المملكة؟ في البداية أنا أول شيء أشكرك أخوي محمد على هذه الاستضافة. إذا تسمح لي عن طريق شاشة العربية أن أشكر سمو وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، ليس من وجهة نظر صانع أفلام ولكن من وجهة نظر محب للثقافة والفنون، على دعمه الكامل لكل مجالات الفنون. بالنسبة لمسابقة ضوء ودعم التمويل فيها، الحقيقة أنه كانت يعني لحظة ننتظرها منذ زمن. فبداية الأفلام دائما بدايه الدعم او صناعه الافلام تاتي من الدعم المالي. صناعه الافلام صناعه صعبه جدا، ليست بذاك السهوله، فهي تحتاج الى دعم في كل دول العالم. هي بدايتها كانت في دعم حكومي، فالانتقال من مرحله الهواة الى مرحله الاحتراف، انا بوجهه نظري انه مسابقه ضوء ودعمها الشامل في جميع مجالات إنتاج الفيلم
حيساهم هذا في الانتقال إلى مرحلة جميل. الاحتراف. طيب أنت ككاتب وكمخرج أفلام سعودي كيف ستستثمر دعم من هذا النوع؟ هل نتحدث هنا عن تدريب، معدات، إنتاج مختلف، تجهيزات ربما لم تكن لتتوفر دون هذا النوع من الدعم؟ في البداية أنه أنا يعني الفيلم الفائز بالدعم هو فيلم نورة، كنت أكتب أو شغال على كتابته منذ 5 سنوات، كنت أنتظر مرحلة معينة لكي أبدأ في تصوير الفيلم في مستوى معين من صناعة الأفلام. كما تعلم أنه صناعة الأفلام مختلفة عن الدراما في كل دول العالم. كان يعني كان الدعم فيها يعني شامل كامل، فموضوع التصوير وموضوع الإنتاج أكيد إحنا راح نستخدم خبرات سابقة. تعلم إنه السينما لها أكثر من 100 سنة، حنستفيد من خبرات سابقة أكثر من المعدات، أكثر من حنستخدم الخبرات أكثر من استخدام المعدات. هل هالمرة راح يكون في مردود أو على الأقل فيلم دون خسائر؟ متى سيرى فيلم نورة النور؟ هو إن شاء الله طبعا حنا راح نبدأ تصوير نهاية سنة 2021، إن شاء الله حيكون يرى النور ب 2022 إذا لم تطول الجائحة. فإن شاء الله يعني حيكون بالبداية في عرضه، هو موجه للمهرجانات السينمائية، موجه للعرض في المهرجانات في البداية، ثم بعد ذلك حيكون موجه إلى صالات السينما بكل تأكيد. حيدخل دائرة التوزيع بشكل كامل، ونحن الآن في مرحلة التحضير لهذا الفيلم، وهي كمان تشمل كذلك مرحلة التحضير مرحلة نقاشات مع شركات التوزيع لاستحواذه أو جدول التوزيع في 2022. كاتب ومخرج الأفلام توفيق الزايدي، شكرا لك، ونعدك بأن تكون الرابعة أيضا في العرض الأول لفيلم نورة. شكرا توفيق، وبالتوفيق. أيضا نتابع معكم أخبار الرابعة، ولكن هذه المرة مع أخبار الرياضة والزميل زياد عبيدات. مساء الخير زياد. شكرا محمد، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. وصل بايرن ميونخ صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بعد تغلبه في الجولة 17 من المسابقة على مضيفه أوغسبورغ بهدف مقابل لا شيء، وجاء هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 13، ورفع الانتصار رصيد بايرن للنقطة 39 بالصدارة، بينما يحتل أوغسبورغ المركز 12 ب19 نقطة. واستمر فريق لايبزيغ بملاحقة المتصدر بعد فوزه على يونيون برلين بهدف مقابل لا شيء، فبعد شوط أول سلبي النتيجة نجح إيميل فورسبيرغ بتسجيل هدف الانتصار في الدقيقة 70. بهذه النتيجة وصل رصيد لايبزيغ إلى 35 نقطة بفارق 4 نقاط خلف بايرن المتصدر، فيما تعرض يونيون برلين لأول هزيمة في 7 مباريات في الدوري، محتلا المرتبة 6 ب28 نقطة. توج نادي يوفنتوس بلقب كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم بعد فوزه على نابولي بهدفين دون مقابل. اللقب هو 9 بتاريخ فريق السيد العجوز. الشوط الأول من هذه المباراة انتهى بالتعادل من دون أهداف، فيما سجل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الأول في الدقيقة 64، وأضاف موراتا ثاني الأهداف عند الدقيقة 95. أشعر بسعادة كبيرة، رفع الكأس الأولى لي كمدرب مختلف، من النادر أن يلعب فريقان بشكل جيد في النهائي، الشيء المهم هو الفوز، عندما تلعب بهذا التصميم يمكن أن يقف الحظ إلى جانبك، أردنا أن نثبت أننا لسنا الفريق الذي شوهد أمام الإنتر، منذ بداية الموسم كنا نحاول لعب هذا النمط السلس في كرة القدم،
بعد مباراة الإنتر لم نستحق الكثير من الانتقادات بالنظر لما فعلناه هذا الموسم، لذلك أنا سعيد لأن اللاعبين حصلوا على الكأس. في الدورة 32 لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم يلتقي الليلة برشلونة مع فريق كورنيا الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، وفجر مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه لفريق أتلتيكو مدريد في الدور الأول عندما فاز عليه بهدف وحيد. وسيدخل برشلونة هذه المباراة بغياب اللاعب الأرجنتيني ميسي بسبب الإيقاف. لحساب الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سيكون نادي ليفربول على موعد مع فريق بيرلي الليلة. حصيلة فريق المدرب يورغن كلوب وصلت إلى 34 نقطة مقابل 16 نقطة للفريق المنافس. آخر مباراة بين الفريقين انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما. لم نسجل الكثير من الأهداف، لكن هذا لا يعني أن الأداء تراجع. نعرف أننا في مكان لا نريده، والأسباب ليست مهمة جدا. يجب أن نلعب كرة القدم بنسق مرتفع، وهذا لم يتحقق في الثلث الأخير من الملعب. يجب أن نعمل على تسجيل الأهداف. انظروا إلى جون ستونز في مانشستر سيتي، لقد أحرز 3 أهداف ولا يمكن تفسير ذلك. نحتاج للتحلي بالهدوء واتخاذ قرارات جيدة وسيتغير الوضع. نحن بحاجة للعب بأداء شبه مثالي للاحتفاظ بلقب الدوري. التغييرات مستمرة دائما لأن المراكز متقاربة، وهذا يجعل سباق الدوري مختلفا هذا العام. يجب أن نستعد جيدا. تغلب الهلال متصدر الدوري السعودي لكرة القدم على ضيفه التعاون بهدفين دون مقابل، وذلك ضمن الجولة 14 من المسابقة. أول أهداف اللقاء سجله اللاعب الفرنسي غوميز بعد دقيقتين من انطلاق المباراة، وأضاف لوسيانو الهدف الثاني لفريق العاصمي والذي رفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الأول للترتيب، فيما تجمد رصيد التعاون عند 21 نقطة. وتغلب النصر على ضيفه الوحدة ب3 أهداف مقابل هدف واحد. الوحدة كان البادئ بالتسجيل عن طريق اللاعب لويس غوستافو في الدقيقة 5، وبعدها ب3 دقائق أحرز اللاعب الأرجنتيني مارتينيز هدف التعادل للنصر. وفي الشوط الثاني منح البرازيلي بيتروس هدف التقدم للنصر في الدقيقة 67، وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة أضاف بيتروس هدفا ثالثا لفريقه من ركلة جزاء، وبذلك رفع النصر رصيده إلى 20 نقطة متساويا مع الوحدة بنفس الرصيد. وتغلب ضمك على الباطن بهدفين مقابل لا شيء سجلهما اللاعب الأرجنتيني زيلايا من ركلتي جزاء على مدار شوطي المباراة، والتي عرفت إشهار الحكم للبطاقة الحمراء بوجه لاعب من كل فريق. بهذا الانتصار وصل رصيد ضمك إلى 12 نقطة، فيما تجمدت حصيلة الباطن عند 13 نقطة. نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة، ومباشرة نعود إليك محمد. شكرا زياد. كشفت وزارة التجارة السعودية عن حالة أكثر من 1200 قضية تستر تجاري إلى النيابة العامة خلال عام 2020، ويواجه مرتكبو جرائم التستر التجاري عقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامات مالية تصل إلى 5 ملايين ريال بحسب النظام الجديد لمكافحة التستر، إضافة إلى إغلاق المنشأة وتصفية النشاط التجاري. حالة الطقس الآن مع الزميلة بنان. أهلا بكم مشاهدينا. حالة الطقس الخاصة باليوم الخميس نبدأها من المملكة العربية السعودية، حيث تسود أجواء شديدة البرودة في أجزاء عديدة من شمال ووسط المملكة. يتوقع أن تسجل درجات الحرارة دون الصفر مئوي شمال المملكة وصولا لأجزاء من شمال القصيم، مع استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي قد تؤدي إلى انعدام في الرؤية الأفقية خاصة في المنطقة الشرقية. ومن العاصمة الرياض الأجواء غائمة ودرجات الحرارة دون المستويات العشرينية، يطرأ نشاط كبير على حركة الرياح مما يعمل على إثارة للأتربة والغبار، مع نسب رطوبة تزيد عن 30%.
وإلى الدمام درجات الحرارة تكون في أوائل المستويات العشرينية، تنخفض ليلا إلى دون 20 درجة، مع نسب رطوبة تقترب من 50%. يطرأ نشاط كبير على حركة الرياح، تترافق معها هبات قوية تعمل على إثارة للأتربة والغبار التي تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية، فيجب أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات. وفي مدينة نيوم الأجواء صافية اليوم ودرجات الحرارة تنخفض إلى دون المستويات العشرينية. هناك نشاط كبير في حركة الرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الجو مع نسب رطوبة تزيد عن 30%. وإلى الإمارات تحديدا من دبي الطقس غائم جزئيا، لا تزال درجات الحرارة في أواسط العشرينات مئوية، تنخفض ليلا إلى دون هذه المستويات. نسب الرطوبة لا تزال مرتفعة بحيث تزيد عن 80% مع حركة رياح نشطة ما تعمل على إثارة للأتربة والغبار في الطرق والمناطق الصحراوية. وفي عمان من العاصمة مسقط الأجواء صافية، درجات الحرارة هناك في أوائل الثلاثينات مئوية، تنخفض ليلا إلى دون 20 درجة، نسبة الرطوبة تزيد عن 30% مع حركة رياح من خفيفة إلى متوسطة. وإلى الكويت يكون الطقس صافي، درجات الحرارة دون المستويات العشرينية نهارا، تنخفض ليلا إلى 10 درجات مئوية، نسبة الرطوبة تنخفض حيث تقل عن 40%، وهناك نشاط كبير على حركة الرياح مما يعمل على إثارة الأتربة والغبار. مشاهدينا وصلنا لنهاية أحوال الطقس، إلى اللقاء. أيضا وصلنا إلى نهاية الرابعة، تبقى تذكير بالعناوين. الصحة السعودية تعلن إعادة جدولة تلقي لقاح فايزر والسبب الشركة المصنعة. الكويت ترصد ثالث حالة لكورونا المتحور، ودبي تعلق جميع التصاريح الترفيهية حتى إشعار آخر. وانطلاق مناورات بحرية مشتركة بين القوات السعودية والأمريكية في مياه الخليج العربي. نهاية الرابعة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.